السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة ديال افعال، القناة اللي كتبت عروض عقارية مختلفة وكذلك كتقربكم من المجال ديال العقار، اي من لافينيسيون في العقار، ديكور، صباغة، ما الى ذلك من اثمنة مواقع في صالات. كنتمنى تكون كتنال الاعجاب ديالكم هذه القناة ونكونوا كنعرفوا اننا نوصلوا لكم المعلومة اللي كتخص العقار. اذا ما تبخلوش علينا بالضغط على زر ديال الاعجاب وكذلك بالاشتراك في هذه القناه دي. معكم طارق، غادي نقوم بالوصف ديال واحد العقار اليوم اللي هو عباره عن شقه كتواجد فيها في عماره اللي كتوفر على مصعد ومرآب ملكيه مشتركه ما الى ذلك. قوم معايا حتى الاخر نكتشف هذا العقار. قبل من كل شيء كنشكركم اعزائي المشاهدين كاملين، كنقول لكم شكرا على التواصل، شكرا على الضغط على زر ديال اللايك، وشكرا كذلك على الاشتراك في هذه القناه دي. على بركه الله، هذا العرض هذا كما قلت عباره عن شقه، ولكن شقه ماشي اي شقه، شقه اللي فيها مساحه اللي هي ممتازه 123 متر مربع اللي تتقلبوا عليه. اذا اتساع الصالون والسيجور اللي اكثر طلبا، والسيجور الثاني او الكوان ديال الصاله مونجي. واخا هذه الاولى، الثانيه هو الثمن، الثمن اللي هو جد منافس، اي بمعنى الثمن ديال هذا العقار هذا هو 620 الف درهم، 62 مليون، مقارنة مع عقارات اخرى بنفس المساحة تقريبا راه الثمن راه كنظن اللي زعما تصرف في السوق راه غادي يكون عارف، لان كلشي دابا راه ولا واضح. هذا العقار كيتواجد على مقربة من الحي ديال الاناسي بمدينة مكناس، موقع اللي هو مزيان، في عمارة اللي فيها فقط 4 ديال الطوابق، بقات شقة واحدة في الطبق الاول وشقة في الطبق الثاني. هاد العمارة كما قلت فيها مرآة ديال السيارات، وكذلك السطح اللي هو ملكية مشتركة، الدار ديال الأساس ملكية مشتركة، باركينغ ديال السيارات إلكتريك تيطلع بالريبيو إلكتريك ديالو ملكية مشتركة. هادو هما الأشياء اللي زايدين اللي كتاخدهم مع الشقة، ماشي كتشري فقط العقار ديال، ما كاينش شي حوايج اللي هما مميزات كيكونوا زايدين في الار بلس 4 ولا الار بلس 6 ولا 7 كيكونوا زايدين. شنو كنعنيو بالار بلس 6 ولا 5 ولا 6؟ هي السفلي ري شوسي لو بلوس، هو البروميير ولا الدوزيام ولا التروازيام، هو اللي كيتحسب. واش بلوس 4 اذا كانوا 4 الفوق، كانوا 6 الفوق تيتحسب بلوس 6، كانوا 8 كيتحسبوا بلوس 8. وهي غادا العقار كيتوفر على 3 ديال الغرف، مطبخ اللي هو جاهز، حمام على المدخل ديال الدار هو والفاسك ديالو ديال الريسبسيون كاينين، والديكور اللي فيها رائع جدا اللي كيتمناو الناس. حمام كما كتشوفوا بالفير ترومبي بزليج ديالو، كتحس بالاتساع فاش كتدخل بحال هاد الشقق هادو، فاش كتلقى داك الصالون. هما الاكثر طلبا زعما، ديما كنقولها هما الصالون وحده السيجور قبلته السيجور اكثر طلبا، هما هاد النوع ديال العروض. فاش كندخلو المطبخ كنساو كاع داك الصالون وداك السيجور، لان المطبخ حتى هو ممتاز، المطبخ اللي تيهز لك جميع الاجهزه، البلاصه ديال الميكرووند كاينه، البلاصه ديال الفران كاينه، البلاصه ديال الثلاجه، البلاصه ديال لابلاك لاوت، حتى من المجبدات ديال البيبان كما كتشوفوا معايا، داك المجبدات جداد اللي كان هاد المقاول كان من الناس اللي سبقوا بصح باش حطوا هاد النوع هذا ديال هاد المطابخ هادو. نقدروا نشيروا ليه هاد المطبخ هذا، راه فيه حتى هو البالكون ديالو اللي ممكن يدير فيه الانسان شوفو، ويدير فيه الماكينه ديال الصابون. المطبخ لي رائع، ما غادي يعرفوا بحقه الا العيالات اللي كيشاهدونا. ومن هذا المنبر كنشكركم جزيلا على التفاعل ديالكم وكذلك على المشاهده ديالكم للقناه ديالنا، شكرا شكرا جزيلا. بالنسبه اعزكم الله، تقادوس في وسط في وسط الكوزينه، في وسط المطبخ مثلا، المطبخ كيتعرض كيتبلل ديما مهرقه فيه شي حاجه، ديما فيه حاشاكم كاين قادوس ديال التصيق، شي حوايج اللي دقيقه ولكن راه مهمه. هذا الكلوار اللي كيفصل الغرف، الريسبسيون بوحديتها اي الصالون والسيجور وكوان ديال الصاله مونجي راههم بوحديتهم وكيفصلوا الدار، ماشي كلشي كيطلع ليهم. مثلا فاش كتلقى واحد لوول في الوسط والبيبان ديال لي شومبر كي حتى لانتيميتا بعد النوبات، ولكن كتفرض في صاله، من هنا في صاله هذه كيحبتوها بزاف ديال الناس، هادشي اللي لاحظنا والعلم لله. هذه الغرفه رقم واحد كما شفتوا معايا،
هنا عندنا الغرفه رقم 2 بلا في باركي في الارض. كما كتشاهدوا راه كاين شي حوايج اللي ما كينتبهش لهم الانسان. مثلا في الارض هذه شوف هذه الغرفه هذه كي دايره الارضيه ديالها، راه الارضيه ديالها في هذاك لفه بحال الباركي، وكلها دار بيضاء. فاش كتكون الدار بيضاء راه كتعاونك باش انك تحط المبل اللي بغيتي، الفراش اللي بغيتي، ما الى ذلك. والحمد لله راه بدا ولا واحد التجاوب، لان هنا فين كيكون كنهضروا على التفاعل البناء، فاش كينصحونا الناس وكيبداو يحطوا لنا دي كومونتير ما الى ذلك، كنا حطينا ديجا هذا العقار هذا باللون الابيض والناس عجبهم، لقى ترحيب لقى اعجاب، من تما داز الميساج الناس مقابل واحد اخرين حتى هما كذلك كيتانسبيرو. راه كمال لله سبحانه، راه ماشي داكشي باش كنقول لكم ما تنساوناش بالتفاعل ديالكم، وكذلك بتخليونا دي كومونتير ولا تواصلوا معنا عبر الواتساب. الناس اللي ما كنجاوبهم اللي ما جاوبناهمش واتساب، راه نظرا للكم اللي كنتواصلوا به ديال الرسائل كتنسى وحده ولا جوج كنعتذروا، راه ممكن تعاودوا. ما تقولوش هاد الناس ما جاوبوش حقا نون بروفيسيونيل، لا راه حاجه من هذا الله. شو الغرفة رقم 3 اللي هي غرفة الوالدين، غادي تشوف واحد الحاجة اللي هي فيها ممتازة ممتازة جدا، بارا الديكور اللي هو هذاك الدريسينغ، دريسينغ ديال الأم وديال الأب وحديتهم بالحمام ديالو. وعلى هادشي التصويرات الشقة راه مازال ما تسيقات، مازال بزاف الأمور ما داروش فيها، ديرو توش دفينيسيون الآخرين مازالين. كما قلت في مساحة ديال 123، كاين برومي كاين دوزيام فقط جوج ديال الشقق. الثمن ديالهم هو 620 الف درهم، 62 مليون ديال هذا العقار هذا. الموقع ديالو على مقربه من حي ديال اناسي، اللي بغى يعرف الموقع بالضبط حنا وكالة عقارية، اي وسط عقاري ولكن بالمكتب ديالنا اللي كيتواجد بحي رياض الزيتون. ما عليكم لا تتصلوا بينا، تجيو عندنا نمشيو معكم. اما الانسان كاين اللي كيحطني في موقف محرج كيقول لي قول لي بالضبط، راه بالضبط راه هذيك الخدمه ديالنا كتبقى، وما راه بالنسبه مثلا الاتعاب ديال الوكاله العقاريه راه اتعاب جد 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 بسيطه، راه ماشي شي اتعاب اللي هي كبيره اللي تخلعك وتقول حقا هذا غادي يدير، راه كلشي كيكون تفاهم عليه من الاول ولا كانت قابليه تبارك الله. المهم الوضوح، حنا مهم حنا واضحين في القول دابا نيت. اعزائي المشاهدين، قناة ديال افيل كتشكركم جزيل الشكر، كتقول لكم الى اللقاء في موعد في مقبل وفي عقار مقبل. شكرا شكرا جزيلا ومع السلامه.